تحية عتيرة. إذا نضيف لبعون النزعة الإنسانوية وفي مينولوجي الكلام بين سارتر ومارلو بونتي. نبدأ بقولة ربما مهمة جدا ل يعني جون بول سارتر في كتابه مواقف الأولى السادسة سنة 1947، يقول سارتر أن الحرية في هذا النظام الصارم هي المعنى العميق والوجه الحقيقي للضرورة. جون بول سارتر مولود 1905 متوفي 1980 ومثقف نوعي من الطراز الأول، عرفته الأوساط الباريسية في فرنسا وعواصم العالم العربي معظم البلدان الأوروبية والأمريكية والآسيوية التي زارها طوال القرن العشرين. لقد جعل من أثره مسارا نضاليا وعكست مؤلفاته برمته انخراطا مبكرا في المعارك السياسية والصراع الاجتماعي في عصره، وظهر ذلك في معاداته للاستعمار تبنيه نزعة اشتراكية نقدية وقيامه بتأسيس مجلة الأزمنة الحديثة، صاحب سيمون دو بوفوار وألبير كامي وإبرامه لصداقة وجودية مع مولوس موريس مارلو بونتي. لقد أضف سارتر على الوجودية طبعا إنسانويا ودافع بشراسة عن الحرية من حيث هي قدر إنساني في أن يكون حرا ويتحمل مسؤولية ذلك، ولقد جمع بين الفلسفة والأدب والمسرح والسياسة والالتزام الوجود. بدأ سارتر رحلته في الكتابة بإصدار كتيبات عن الخيال والمخيال في منتصف العقد الثلاثيني، ولكنه جسم تأثره البالغ بكتاب مارتن هايدغر وجود الزمان والأبحاث المنطقية لأدموند هوسيل في عام 1943 بإخراج كتاب مهم عنوانه الوجود والعدم. ظل محل جدل وخلاف تأويله إلى الآن، وأردفه بجلسة مغلقة سنة 1944 ترجم فيها أفكار الوجودية وفق أسلوب أدبي ظهرت له دروب الحرية في ثلاث أجزاء عام 1945، وفي نفس السنة ظهرت له رسالة الوجودية من حيث هي نزعة إنسانوية. وتابع اهتماما بالسيرة الذاتية وألف عن كوميديا جينيت في عام 1952 وقبلها العائلة، وختم بكتاب نقد العقل الجدلي عام 1960. بهذا المعنى يكون سارتر قد طور فلسفة وجودية في منهجية فكر في الوجود من خلال مفهوم الشرط الإنساني بعد القطع مع التصور الكلاسيكي للذات، ورفض وجودية طبيعية ثابتة تسبق فيها ماهية الوجود. لقد انتبه سارتر إلى أن الإنسانوية بالمعنى الكلاسيكي قد انتهت مع المآسي التي حدثت للنوع البشري أثناء الحربين العالميتين وبعد ظهور الفاشية والنازية والأنظمة السياسية الشمولية التي حكمت بالحديد والنار ومارست أبشع ظروب التنكيل والقمع باسم الاشتراكية والقومية والثورية والحرية والأمة والوحدة، ولذلك يعني وباسم السوق وباسم يعني الليبرالية أيضا وباسم ربما حتى العولمة وثقافة البرجوازية ثقافة اقتصاد الحرية الاقتصادية والملكية الخاصة، ولذلك سعى إلى استبدال إنسانوية الأنوار والحداثة بإنسانوية وجودية تنطلق من تنزيل الإنسان في واقعه الملموس والدافع على حقوقه وحرياته بالمعنى المتعين في وضع في منزلة تاريخية ووضعية اجتماعية معلومة تنتصر للحرية والمسؤولية وطبعا المساواة والعدالة. لقد حكم على الإنسان كما يقول سارتر أن يكون حرا أن يدافع عن حريته بحريته، ولذلك لأنه مشروع وجود وليس طبيعة تحدد جوهره بشكل مسبق، وإنما يعيش في التاريخ عبر مسار شق من النضال من أجل تحقيق كيانه وتقرير مصيره حسب الاختيارات التي يريده. لذلك لأن المرء هو من ينبغي أن يسير ما ليس كائنا الآن، غير أن نقاشه العميق مع الماركسية والدفاع المستميت على الفرد دفعه إلى تشييد أخلاق وجودية فكر سياسي فريد، وظهور خلافات حول التصورات والبرامج مع رفاقة انخراطها في تجربة حزبية قصيرة مع مارلو بونتي الذي فيما بعد انفصل عنه. فما هو موقف موريس مارلو بونتي من الالتزام الوجودي عند جون بول سارتر، وكيف دعم مشروعه الفيمنولوجي؟ إذا كان سارتر قد شيد الفيمنولوجيا المخيل وقع مفهوم البراكسس الجماعي بتجديد العلاقة بين النظرية والممارسة وبالتقريب بين السياسة والأخلاق وبين الفلسفة والأدب، فإن مارلو بونتي مولود 1908 ومتوفي 1961 قد بذل مجهودات كبيرة للانتصار إلى الحي كأن الحي والإقامة في العالم واستمعان التجربة البشرية ضمن فيمنولوجيا الإدراك الحسي، وحاول القطع مع الهيمنة الألمانية على الفلسفة الفرنسية في نسختها الفيمنولوجية. بدأ مارلو بونتي أستاذ الفلسفة بجامعة السربون تأليف منذ سنة 1943 عندما أصدر كتاب بنية السلوك، وفي عام 1945 كتاب العمدة في منهج الإدراك الحسي، وجعل من فلسفته تتجه نحو الجسد واللغة والعالم وتثمن دور المحسوس في المعرفة
تحاول مدارس علم النفس وتنغرس في التيار الفيمنولوجي المنحدر من هوسيل، وتكون من أكثر الفلسفة تأثيرا في الفكر الفرنسي والفلسفة القارية في النصف الثاني من القرن العشرين. لقد تجلى ذلك بوضوح بعد تأليف سنة 1947 الإنسانوية والرعب، وبعد ذلك المعنى ولا معنى سنة 1948، وأضاف إلى مكتبته كل من تقريض الفلسفة، يعني كتاب تقريض الفلسفة إيلوجي لا فيلوزوفي، ومغامرات الجدلية يعني ليزافونتور دو ديالكتيك، والعين والروح عام 1953، وبلغ النضج الفكري في كتابه الأخير المرئي ولا مرئي سنة 1964 الذي نشر بعد، ونثر العالم وهو مجموع دروس الذي نشر بعد وفد عام 1969، وعالم الإحساس وعالم التعبير الذي نشر مؤخرا في 2011. لقد انعتق موار لوبونتي من طرح مسألة المعرفة بالشكل المتعارف عليه في المقاربات العلموية والمقاربات الوضعية والنظريات التفكيرية، وأوجد لنفسه طريقا فينومينولوجيا من أعمال هوسيل جعله يكتفي بوصف الكيان في العالم والتعويل على التجربة البشرية في الحياة من خلال الجسد المعيش وفيمنولوجيا الكلام. قد ثار مارلو بونتي على الميتافيزيقا والديكارتية، واستخدم مفهوم البيذاتية ببغية إنتاج المعنى حول التاريخ، وناقش مدارس علم النفس والسوسيولوجيا البراغماتية، وانتصر إلى الفيمنولوجيا والقصدية والمنظورية، لأن الكلام عند مارلو بونتي ليس مجرد علامة على الفكر ولا يقيم علاقة خارجية بالتفكير في العالم، إنما هو أحد أبعاد الوجود، يفتح أبواب البحث ونوافذ الإدراك ومجال الظهور الذاتية وإضفاء المعنى على العالم من خلال شاشة الجسد البلاغية. ولذلك فرق بين الكلام والمتكلم، كلام المتكلم من حيث هو فعل ذاتي، والكلام المتكلم من حيث هو نسق رمزي. قد بحث عن سبل تحول علاقته بالجسد من الملكية إلى الوجود، ومن الجسد المحمول يعني الموضوعي الجسد المعيش الخاص، وذلك بالتنحي عن الموضوع والالتقاء بالذاتي، لأن حيازة الجسد تعني صلة بالوسط وربط علاقة بالعالم. يقول مارلو بونتي في هذا السياق: في حقيقة الأمر هذا الصمت يضج بالكلام، وهذه الحياة الباطنية ولغة باطنية، وليس الفكر الخالص إلا وعيا فارغا. يعني في كتابه يعني في منهج الإدراك الحسي الذي نشره كما قلنا عن دار غاليمار سنة 1944. فهل أن التفكير في منهج مارلو بونتي يعني في المؤسسات السياسية هو الذي قاده الانسلاخ عن مجال الأنظمة الحديثة التي أسسها مع صديق جون بول سارتر وإنهاء صداقته معه؟ كيف أدى التقريب بين ماركس ومن ماكيافيلي إلى القول بتاريخية الفلسفة وانتهاء الجدل وبداية التجربة اللغوية من حيث هي تجربة فلسفية مركزية؟ إذن هذه مداخلتنا حول موريس مارلو بونتي وجون بول سارتر حول الإنسانوية والحرية بينهما. شكرا جزيلا على حسن انتباهكم، أتمنى أن تكون هذه المداخلة قد أعجبتكم. إلى اللقاء في مداخلة قادمة، شكرا.